اظن انتم مستغربين الفترة اللي فاتت دي ما كنتش بظهر ليه، وليه رأيي ما كانش واضح، وليه كنت دايما ببقى مشتتة ما بين ما بقول لكم كفاية بقى مظاهرات وعايزين نبني البلد، وبقول نفس الكلام اللي الجيش بيقوله، وعمالة بقول ايه ما نستنى احمد شفيق كمان 6 شهور ونفس الكلام، وكفاية بقى مظاهرات علشان انا نقدر ان احنا نبني البلد، والكلام اللي انتوا سمعتوه مني كتير ده فعلا كان كلامي، بس الكلام اللي انا كنت بقوله ده كان خوف، خوف بجد، حاسه ان الدنيا بتضيع، حاسه ان الدنيا الصور بتتسرق مننا، وعماله بقول نخلص بقى من كام شهر الجايين دول لحد ما احمد شفيق يمشي، بس اللي اكتشفته ان الدنيا فعلا بتضيع مننا، كل يوم احمد شفيق بيبقى موجود بلد بتضيع والبلد بتقع، البلطجيه اللي موجودين وعمالين بينتشروا لسه ما يمشوش لحد دلوقتي، وقانون الطوارئ ما دافعش عننا وما حماش الشعب وما حماش البلد منهم، الفتنة اللي بتحصل ما بين الشعب ومن الجيش واضح ان هي فتنة مصطنعة، في حد من مصلحته ان هو يوقع الجيش والشعب مع بعض علشان نبقى مشغولين في حاجة ويتسطر على المصايب بتاعتهم، ويحاولوا ان هم يولعوا في الملفات بتاعت الفساد وكل الملفات اللي بتدينهم، واحنا عمالين بنتخانق الجيش معانا ولا ضدنا، عمالين بيعملوا فتنة ما بين الشعب، فاكرين لما مبارك طلع وقال خطاب عاطفي وساعتها الشعب انقسم على بعضه وفضلنا في الصراع وفي خناقات، ناس بتقول لا عايزين نكمل وناس تقول لا ما تخلوا مبارك موجود، انتوا عايزين تمشوه ليه؟ وفجأة اكتشفنا ان موقعة الجمل بسبب غبائهم كشفوا ان الخطاب ده كان خطاب مصطنع، ده اللي بيحصل دلوقتي، عمالين برضو احمد شفيق بكلامه بوزارته بامن الدوله ببقايا النظام بيعملوا فتنه ما بين الناس وبعضها، عمالين بقت في فتنه حقيقيه سواء ما بين مسلمين ومسيحيين بيحاولوا يرجعوها تاني مع انها مش موجوده، ومبارك هو اللي كان مصطنعها، وزير الداخليه الحالي والقديم هم كانوا اللي مصطنعينها، كمان بيحاولوا يوقعوا الجيش في الشعب والشعب في الجيش علشان يبوظوا العلاقة، علشان يقولوا او يخوفوا بقية الناس ويخوفوا الجماهير، خوفوني وخوفوا الجيش وخوفوكوا ان احنا نبطل بقى مظاهرات ونقعد في بيوتنا علشان البلد دي ما تقعش، بس اكتشفت ان احمد شفيق هو سبب البلاوي دي كلها ولازم يتشال النهاردة، واحنا للأسف كنا عمالين حاطين لستة مطالب بخط عرضي مش بخط طولي، حاطين المطالب كلها مرة واحدة ونقول للجيش احنا عايزين المطالب دي، ان احنا بقى دلوقتي عايزين نرتب اولوياتنا، الاولويه الاولى والخطوره الحقيقيه ان احنا عايزين حكومه احمد شفيق، مشكله احمد شفيق مش في شخصه، مشكله احمد شفيق ان مبارك جايبه وفضل يتريق على الثوار ويتريق على الثوره وقعد يقول خليكم قاعدين وهنجيب لكم بونبوني وخليهم يتسلوا، وايه اللي حصل؟ فضل الراجل موجود، موقعه الجمل كانت موجوده وهو كان على علم بيها وموت الاف الشهداء، واكتفى ان هو يعتذر، اعتذر عن مئات الضحايا ماتوا ولحد دلوقتي اللي موتهم ما تحاسبش، احمد شفيق بيتحكم في 4 وزارات سياديه يقدر بيها يتحكم في البلد، يقدر فيها ينجح اي مرشح هو عاوزه، اي مرشح موالي للنظام، وزاره الداخليه، وزاره الخارجيه، وزاره العدل، ويتحكم في الاعلام، بال4 دول يقدر ان هو يشوه صوره الناس كلها، ويقدر ان هو يوقع الناس في بعض وما يخليش الا مرشح واحد هم بس اللي هم عاوزينه هو اللي ينجح، بالطريقه دي يقدر يمسح بوزاره العدل اي ملفات سودة للمرشح اللي جاي ايا كان اسمه مين، وفي اسامي كتير قوي مطروحه مواليه للنظام واكيد احنا عارفينها، الاعلام يقدر يخلي من اي حد بطل ويقدر ان هو ينجحه، الاعلام لما يبقى في ايد مرشح والفلوس لما تقيد في مرشح واحد يقدروا ينسفوا الثوره دي، ينسفوها ويوقعوها ويوقعوا البلد حتى، بس المهم هم اللي يكسبوا مصالحهم هي تكسب، ووزارة الخارجية يقدروا يجيبوا دعم دولي ويقدروا يصندوق، احنا مش عايزين صورتنا دي تمشي، مش عايزين صورتنا دي تموت، احنا عايزين نكمل، ومش عايزين شوية مظاهرات اشبه بالكرنفال بنروح كل جمعة وتعودنا عليها والعدد عمال بيقل ورايحين نتفسح، لا احنا عايزين نتحد فعلا على هدف واحد، عايزين نخلص، الوقت كل ما بيعدي بينا وكل يوم بيعدي كل ما الموضوع بيبقى فيه خطورة، كل ما البلد فعلا بتضيع، واحمد شفيق مش فارقه معاه، احمد شفيق قاعد بيتسطر على ناس فاسدين، عايزين نتحد لو احنا بجد، ما هو حاجه من الاثنين، يا اما ما ننزلش ونتظاهر اصلا ونسيب المسكنات دي شغاله وفي الاخر هتؤدي ان البلد دي تقع، والمظاهرات الفئويه عمرنا ما نعرف نقضي عليها بشويه مسكنات،
فاحنا لازم نحل الهدف الاساسي وزير الداخليه الجديد اللي جابوه وقعدوا يقولوا عليه حلو وده راجل محترم وراجل خطير جدا طلع في التلفزيون وعمال مش قادر يعترف ان وزاره الخارجيه كان فيها فساد، وبيقول ان اللي قتلوا الناس جايين من بره. ايه الكلام ده؟ واحد مش قادر يعترف بالفساد القديم هيجي يغير ازاي؟ ده جاي يكمل على الفساد. يا اما ننسى مظاهرات وننسى الثوره ونرميها، يا اما نتحد بجد كلنا ونعمل ضغط حقيقي، ضغط حقيقي عشان احمد شفيق يمشي. حكومه احمد شفيق لازم تمشي، ومظاهراتنا دي مش معناها ان احنا مش واثقين في الجيش، احنا واثقين في الجيش. وعلشان نشيل الحرج على الجيش ان هو مضغوط عليه من النظام القديم وان هم بيحاولوا يهددوه ان هم ممكن ينسف البلد دي ويوقعها عشان هم الوحيدين اللي يقدروا عارفين الملفات دي وقادرين يسيروا الاعمال الفتره الجايه، لا احنا بندعم الجيش وبندي الشرعيه للجيش ونقول الجيش ما تخافش، زي ما كنت خايف ان مبارك لو مشي البلد هتقع والبلد ما وقعتش، احنا بنقول لك دلوقتي شيل احمد شفيق، شيل حكومه احمد شفيق عشان تنقذنا وتنقذ الشعب وتنقذ نفسك. الجيش والشعب ايد واحده ضد حكومه احمد شفيق. هننزل بمظاهرات حقيقيه بضغط حقيقي، هننزل بجد بملايين مننا مش مليون وعدد صغير يقدر يضحك عليه ويقدر يصنعوا الفتنه جواه. كل ما عددنا بيكبر وكل ما بنبقى متحدين كل ما هيبقى صعب على امن الدوله وبقايا الحزب الوطني ان هم يفتتونا ويأثروا علينا. اظن ان انا كده وضحت وجهه نظري، اظن انتوا دلوقتي فاهمين انا ليه كنت بقول لكم ما تيجوا نستنى على احمد شفيق ونسمع الكلام ونبطل مظاهرات. اظن دلوقتي انتوا قادرين تفهموا ان المظاهرات عمرنا ما هنقدر نمنعها، بس احنا كده طول ما احنا سايبين كاننا كنا بنشيل درس وبواقي الدرس موجوده وبتعمل مبوظه المنطقه دي، نشيل احنا البقايا بتاعه الدرس ده علشان الالم يروح تماما عشان نقدر احنا ندي فرصه للدرس الجديد ان هو يطلع. هننزل يوم الجمعه وهشوفكم يوم الجمعه، وهننزل مش هننزل نحتفل، احنا هننزل بموقف جامد، بموقف حازم، بموقف موحد، بمطلب واحد، جمعه اقاله احمد شفيق. واخر رساله احب اوجهها للقوات المسلحه وللمجلس الاعلى، سندونا وخدوا موقف بجد وشيلوا الحكومه دي وخليكوا مع اراده الشعب زي ما وقفتوا موقف تاريخي وكلنا بنأيده وبنحترمه ولحد دلوقتي بنقدركم وبنحترمكم وعارفين انتوا قد ايه دوركم مهم. بنقول لكم شيلوا حكومه الفاسدين، شيلوا حكومه بقايا نظام مبارك، شيلوا حكومه احمد شفيق علشان البلد دي تفضل مستقرة ونقدر نبنيها. لكن طول ما احنا ماشيين في موقف مش واضح البلد دي هتتهد فوقينا وفوقيكو، والمستفيد الوحيد هم حكومة رجال الأعمال الفاسدين، حكومة أحمد شفيق. ولو أحمد شفيق بجد راجل نظيف ونزيه يخلي عنده دم ويستقيل، ولو ما استقلش احنا كشعب هنقدر نشيله زي ما شلنا اللي قبله. هشوفكم يوم الجمعة الجاية وكل جمعة لحد ما نقدر ان احنا نشيل حكومة احمد شفيق.